المملكة تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الأوضاع المأساوية في قطاع غزة. الهدنة المؤقتة في غزة تتيح لسكانها الوقوف على حجم الدمار الذي حل بدورهم ومساجدهم. والملكي يرى في تكليف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة انتهاكا للدستور العراقي بدعم أمريكي. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة. هذه نشرة الأخبار تأتيكم من قناة المجد الفضائية. بحث مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم مجمل الأحداث التي تشهدها الساحات الإسلامية والعربية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية تجاه الأوضاع المأساوية في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل. من اكتشاف مادة جديدة ينتظر في القاهرة اليوم المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية غير المباشرة لوقف إطلاق النار برعاية مصرية. المفاوضات التي تجري في مقر جهاز المخابرات المصرية تستهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار شامل ودائم في قطاع غزة من أجل تهيئة الأجواء لتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة وإصلاح البنية التحتية في القطاع. وتأتي هذه المفاوضات غدا الاتفاق على هدنة مؤقتة في غزة بدأت اليوم وتستمر 72 ساعة. 35 يوما من العدوان على غزة خلفت 1944 شهيدا وفقا لأحدث حصيلة وفان بها مراسلنا هناك. سكان القطاع انتهزوا فرصة الهدنة المؤقتة التي بدأت الاثنين للوقوف على حجم الدمار الذي خلفه العدوان. بعد ساعات من تهدئة مؤقتة خرج السكان في غزة لتفقد منازلهم المدمرة جراء العدوان الصهيوني الذي استهدف القطاع بشرا وحجرا على مدى 35 يوما. في حي الشجاعية احد اكثر احياء غزة تعرضا للدمار تفقد الاهالي منازلهم المحترقة والمدمرة يبحثون عما تبقى من متعلقاتهم بين الانقاض مستغلين هذه الهدنة. هدنة قيل إنها فرصة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء إلى أحياء غزة التي تعرضت للدمار، فضلا عن استئناف المحادثات غير المباشرة حول اتفاق شامل ودائم. ولكن هل غزة الآن في حاجة إلى مساعدات؟ وضع حسمه مواطن غزاوي أكد فيه أن ما خاضه القطاع من حرب مع العدو الصهيوني وما تعرض له من دمار كان من أجل الكرامة والنصر، مستنكرا مواقف المجتمع الدولي. هذا بقول لك المساعدات اللي بتيجي، احنا ما بدنا مساعدات، ما بدنا مساعدات. انت بعد 35 يوم بعد احنا ما تدمرنا جاي تسعدنا بالحرام وربطة الخبز وقنية المية، احنا بندورش على الكلام هذا، قد ما بندور على الكرامة والنصر. النصر سيتحقق ما دام وراءه رجال يصدقون ما عاهدوا الله عليه، ما دام لديهم عقيدة راسخة بأن الله ناصرهم وأنهم سينالون إحدى الحسنيين نصرا أو شهادة، وما استهداف المساجد من قبل الصهاينة إلا دليل على أنهم يحاربون العقيدة والدين. هم بحاربون في عقائدنا، في عقيدتنا. هذا مش أول مسجد ولا آخر مسجد، كل يوم في عنا خمس ست مساجد، كل يوم في عنا خمس ست مساجد. لو كنيسة في إسرائيل أو في أي منطقة أو في أي دولة عربية أو في أي منطقة في العالم كنيسة انهدم منها حجر لقامت الدنيا كلها وما قعدت، لكن إحنا مساجدنا تهدم لأنهم بدهم يهدموا الدين. هدم المساجد لم يفت في عضد الغزاويين الذين أكد أن الدين باق في قلوبهم وأن صلواتهم سيؤدونها حتى ولو على أنقاض المساجد. ولكن الدين باقي 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 باقي،
وسوف نصلي على أنقاض المساجد، سوف نصلي مهما حصل. دمار واسع خلفه عدوان 5 أيام فوق الشهر، ومع ذلك ترى ابتسامات أطفال غزة أثناء حزم ما تبقى من أمتعتهم للانتقال من مكان خطر إلى مكان ربما يكون أكثر أمنا، وهي الابتسامات التي تقض مضاجع الصهاينة وجنودهم. استشهد شاب فلسطيني من نشطاء حركة فتح برصاص جيش الاحتلال الصهيوني صباح الاثنين في بلدة قبلان شمال الضفة الغربية المحتلة. وقال مصدر أمني إن الشاب ويدعى زكريا الأقرع استشهد في تبادل لإطلاق النار عندما حاصره الجنود الصهاينة في منزله لساعات في البلدة الواقعة جنوب شرقي نابلس. في الأثناء أفاد شهود بأن جرافات الاحتلال حطمت جزءا من منزل الأقرع خلال عملية الاعتقال. اللهم انتقم منهم يا الله. الله لا طيع دمنا بلاش. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. قال رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي إن تعيين خلف له يعتبر انتهاكا للدستور بدعم أمريكي. يأتي هذا فيما أكد حلفاء المالكي في ائتلاف دولة القانون أن العبادي ليس له شرعية دستورية وأنه يمثل نفسه فقط. وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم كلف في وقت سابق اليوم مرشح التحالف الوطني الشيعي حيدر العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة. حضر مراسم تكليف العبادي رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ورئيس التحالف إبراهيم الجعفري ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وزير الخارجية بالوكالة. اختلطت أوراق اللعبة السياسية مجددا في العراق مع توارد أنباء متضاربة عن قرار المحكمة الاتحادية بشأن أحقية نور الملك المنتهية ولايته في تشكيل حكومة جديدة. تلفزيون العراقية الموالي للمالكي ادعى أن المحكمة أقرت بحق ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي في تشكيل حكومة جديدة باعتبار كتلته هي الأكبر في البرلمان. في المقابل نفت المحكمة الاتحادية ما أوردته قناة العراقية. وقال المتحدث باسم المحكمة عبد الستار بيرقدار إن ما قامت به المحكمة هو أنها وجهت خطابا رسميا مكتوبا إلى رئيس الجمهورية لتحديد الكتلة الأكبر بالبرلمان ولم تسمي كتلة بعينها. ومن دون انتظار لقرار فاصل من المحكمة قرر التحالف الوطني الشيعي ترشيح حيدر العبادي لرئاسة الحكومة ل4 سنوات مقبلة بدلا عن المالكي الذي وضع العراق بسياساته الطائفية والتسلطية على شفا الانهيار. ومواصلا تحديه للجميع حفاظا على منصبه كثف المالكي من انتشار القوات الموالية له وميليشيات شيعية في أنحاء بغداد تحسبا لأي تحرك مضاد، وهو ما اعتبره البعض محاولة انقلاب سياسي قد تأخذ باستقرار البلاد إلى الحافة. موقف الولايات المتحدة من الأزمة جاء هذه المرة أكثر وضوحا، فكان بمثابة إعلان منها بأن صفحة المالكي قد طويت إلى الأبد ولا مجال لوجوده في المشهد ثانية. وفي السياق أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال زيارته إلى سيدني دعم واشنطن للرئيس العراقي فؤاد معصوم باعتباره الرئيس المنتخب الذي يطلع بمسؤولية دعم الدستور العراقي. نعتقد أن عملية تشكيل حكومة باتت أمرا ضروريا لعودة الاستقرار والهدوء إلى العراق، والولايات المتحدة ستقوم بكل ما بوسعها لدعم الالتزام بالدستور، ونأمل أن لا يثير المالكي اضطرابات في هذا المجال. ويرى الكثير من العراقيين أن المالكي يتحمل المسؤولية في تدهور الوضع في شمال العراق في الآونة الأخيرة بسبب سياساته الطائفية، في الوقت الذي يواجه أيضا انتقادات داخلية وخارجية باحتكار الحكم وتهميش السنة.
ومتابعة لهذا الشأن ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مراسلنا هناك الزميل يونس الشمري. يونس المالكي يقول إن تعيين رئيس وزراء جديد يعد انتهاكا للدستور بدعم أمريكي. كيف جاءت ردود فعل القوى السياسية إزاء هذا التصريح؟ طبعا يعني القوى السياسية بالتأكيد تأخذ بنظر الاعتبار التصريحات المأزومة التي اعتدنا عليها من قبل نوري المالكي في الفترة الماضية وحتى ليلة أمس. هنالك بيانات صدرت عن أولا التحالف الكردستاني رد اتهام المالكي لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم باتهامه بأنه هو أول من خرق الدستور ولمرات عديدة، بدءا من تزوير الانتخابات مرورا بإقصاء الدكتور اياد علاوي في الانتخابات الماضية، وجملة من الانتهاكات للدستور ارتكبها المالكي على يعني مدى السنوات العجاف الثمانية التي حكم فيها العراق. وبنفس الوقت هم يعني مرحبين باختيار حيدر العبادي من قبل السيد فؤاد معصوم، ويعني يتأملون أن يكون بقدر من المسؤولية في مواجهة الملفات المهمة. هذا الأمر طبعا منسجم مع بيان اتحاد القوى الوطنية التي تنضوي تحت لوائها متحدون وقوى أخرى سنية. هذه القوى تعتقد أن تغيير الاسم ليس هو الضرورة الملحة بقدر ما يعني تغيير المنهج بالنسبة للشخص القادم هو الأساس والفيصل في تغيير كثير من الموازين في العراق، لكن هذا التغيير ربما يعني يكون انعطافة جديدة في المشهد السياسي العراقي وينعكس على مجريات الحياة العراقية. نعم. إذن يونس يعني من خلال متابعتك أيضا، هذا الترحيب بالعبادي يحمل في طياته قدرا من إعطاء الفرصة له لأن ينجح في مهمته، أم أنه كما يقول البعض سيكون ستارة ويحكم المالكي من ورائها؟ يعني هنالك من يتفائل بوجود حيدر العبادي، هنالك من يرى أن الدعم الأمريكي الذي يعني لقاه حيدر العبادي على خلفية تكليفه وترحيب واشنطن وكذلك حتى الاتحاد الأوروبي بوجوده في المنصب، ربما هذا يعطي زخم لحيدر العبادي لأن يمضي بضمير ناصح في المرحلة المقبلة تجاه ملفات العراق، يعيد إلى حد ما يعني جمع شتات هذا البلد الذي مزقه المالكي بسياسته الهوجاء والطائفية والإجرامية. لكن بالوقت ذاته هنالك مخاوف، هذه المخاوف ستنكشف خلال يعني أيام بسيطة إذا ما استطاع حيدر العبادي أن يفرض سلطة قضائية أهم ما في البلد، غياب السلطة القضائية التي جعلها المالكي تتبع لإرادته. إذا استطاع حيدر العبادي أن يغير هذه الموازين ربما تكون بادرة خير بالنسبة لهذا الرجل، وليبدأ من ملفات المالكي وهي كثيرة سواء في الإجرام أو في الفساد أو الملفات الأخرى التي تسجل انتهاكاته والتي ستكشفها الأيام المقبلة. نعم. نعم زميلي يونس الشمري من بغداد معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا. أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أنها لا تنوي توسيع نطاق ضرباتها الجوية التي تستهدف مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية إلى مناطق أخرى خارج شمال العراق. يأتي هذا فيما واصل التنظيم تقدمه في شمال العراق، حيث تمكن مقاتلوه من السيطرة على ناحية جلولاء في محافظة ديالى بعد اشتباكات مع قوات كردية قتل خلالها 10 جنود من البشمرجة وأصيب نحو 80 آخرين. مستغلا حالة الفوضى السياسية التي تسود العاصمة العراقية بغداد، واصل تنظيم الدولة الإسلامية تحقيق مكاسب جديدة على الأرض في شمال العراق. مقاتلو التنظيم أعلنوا سيطرتهم على ناحية جلولاء في محافظة ديالى بعد اشتباكات مع قوات كردية امتدت على مدى اليومين الماضيين وتسببت في مقتل وإصابة العشرات من عناصر البشمركة ونزوح مئات العائلات منها حسب ما أفادت مصادر أمنية.
وأضافت المصادر أن مقاتلي تنظيم الدولة سيطروا أيضا على قريتين قريبتين ويواصلون زحفهم باتجاه قضاء خنقين في محافظة السليمانية بإقليم كردستان بعد أن فجروا جسر سيروان الذي يربط القضاء ببلدة كلار لمنع وصول الإمدادات للبشمركة. وفي مقابل ذلك تواصل قوات كردية بدعم من الطيران الأمريكي محاولتها للتصدي لمسلحي تنظيم الدولة. وكشف مصدر أمني أن قوات البشمركة حشدت وحداتها في أطراف ناحية جلولاء، في حين قالت القيادة المركزية الأمريكية إن طائرات بدون طيار ومقاتلات أمريكية قصفت شاحنات تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية ومواقع تستخدم في إطلاق قذائف الهون بالقرب من أربيل عاصمة إقليم كردستان. وفي تحرك مفاجئ لإنقاذ الموقف في شمال العراق، أعلنت الولايات المتحدة أنها بدأت على عجل تسليم أسلحة وذخائر إلى القوات الكردية. وسبق أن أصرت الولايات المتحدة على بيع السلاح للحكومة العراقية فقط، لكن قوات البشمركة الكردية خسرت عددا من مناطق نفوذها لصالح تنظيم الدولة الإسلامية، وهو ما دفع واشنطن لتغيير خططها، ما يسلط الضوء على مستوى القلق الأمريكي من مكاسب مسلحي هذا التنظيم. في الأثناء أعلنت الولايات المتحدة أنها بدأت على عجل تسليم أسلحة وذخائر إلى القوات الكردية وفقا لمسؤولين أمريكيين، لكن لم يكشف المسؤولون عن الجهة التي ستقدم السلاح إلى الأكراد، لا سيما وأن أحد المسؤولين بوزارة الدفاع قال إن البنتاغون لن تطلع بدور في ذلك. وسبق أن أصرت الولايات المتحدة على بيع السلاح للحكومة العراقية فقط، لكن قوات البشمركة الكردية خسرت عددا من مناطق نفوذها لصالح تنظيم الدولة الإسلامية، وهو ما دفع واشنطن لتغيير خططها على ما يبدو. اتهم الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي تنظيم الدولة الإسلامية، اتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد المسيحيين واليزيديين في العراق، مطالبا بتقديم مرتكبيها للعدالة. ودعا العربي في بيان له كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، دعاها إلى تكثيف الجهود من أجل توفير الحماية اللازمة للأقليات العراقية وصيانة الحقوق الدينية والعرقية والمذهبية لجميع أبناء الشعب العراقي دون تمييز. يعقد سفراء دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا استثنائيا غدا في بروكسل لدراسة الأوضاع في العراق. وقال مصدر دبلوماسي إن الاجتماع سيبحث سبل مواجهة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. وأضاف المصدر أنه لا يتوقع صدور قرارات عن هذا الاجتماع، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالتنسيق بأفضل شكل ممكن حول مستجدات الوضع في العراق. نشرتنا مستمرة من المجد ولا يزال فيها. 55 قتيلا في أعمال عنف في سوريا، بينهم 35 في حلب. نجدد التحية. أفاد مراسل المجد في سوريا بارتفاع حصيلة القتلى جراء العمليات العسكرية وأعمال العنف في عدد من مدن البلاد إلى 55. وكان الناشطون أفادوا بأن أحياء مدينة حلب وحدها شهدت اليوم مقتل نحو 35 شخصا، بينهم 9 أطفال ونساء، جراء قصف شنته المروحيات السورية بالبراميل المتفجرة، مشيرين إلى أن القصف استهدف بشكل خاص حي باب النيرب ومساكن هنانو وقاضي عسكر. كما كثف الطيران المروحي قصفه بالبراميل المتفجرة على مدن نوى وإنخل وبصر الحرير بريف درعا. ومتابعة لآخر التطورات على الساحة السورية، ينضم إلينا عبر سكايب من هناك مراسلنا الزميل منهل الحريري. منهل، جديد الأوضاع الأمنية بالمدن السورية اليوم؟
نعم حازم، يعني ما تحدثت عنه وما تفضلت به هو الجريمة الثانية أو المجزرة الثانية في مدينة حلب خلال 24 ساعة في حي النيرب حتى هذه الساعة 35 تسجيل، لكن هناك بعض الجثث لم يتم العثور عليها حتى هذه اللحظات، ما يعني أن الأعداد في تزايد وهناك العشرات كذلك أيضا المصابون أصيبوا في جراء هذه البراميل، براميل الموت التي سقطت بعض منها على حي النيرب. لا تزال أيضا الطائرات تحوم في أحياء سماء أحياء حلب وكذلك أيضا في ريف المدينة، بالإضافة إلى أن هناك أيضا دمار آخر أصاب شمال غرب سوريا في مدينة كفر تخاريم على الحدود السورية التركية، حيث أن أيضا مجزرة أخرى اليوم حصلت في هذه المدينة الحدودية أكثر من 11 قتيلا حتى هذه اللحظة، وهناك العشرات كذلك من الجرحى. دمار كبير وشامل جراء هذه البراميل المتفجرة التي أصابت كفر تخاريم من سوريا في ريف إدلب، بالإضافة إلى ما يجري من مجازر كذلك أيضا في الجنوب السوري على الجبهة الجنوبية في المنطقة الغربية من مدينة درعا في مدينة نوى وما حول درعا ما حول مدينة نوى، حيث أن المعارك تشتد هناك والبراميل المتفجرة أيضا تستهدف مدينة نوى وكذلك أيضا مجاورة مدينة نوى الشيخ سعد، بالإضافة إلى مدينة كثير كما جاء أيضا كما تفضلت به مدينة صفر الحرير وكذلك أيضا بلدة عثمان، كل هذه كانت هدفا للطائرات المروحية والطائرات الحربية، كذلك لو في العاصمة دمشق حيث كذلك أيضا اليوم كانت مدينة المليحة التي فك عنها بعض الحصار أيضا لا تزال تستهدف هذه حتى هذه المحلات دارية اليوم كان لها نصيب من البراميل المتفجرة، كذلك الاعتقالات لا تزال حازم مستمرة في بعض المدن السورية، بالمقابل نجد أن الجيش الحر استطاع أن يستهدف مقر حما العسكري الذي منه تخرج الطائرات التي تحمل هذه البراميل المتفجرة وتستهدف الشمال والشمال الغربي من سوريا، كذلك أيضا بالساحل السوري اليوم كان هناك بعض تقدم الجيش الحر وبعض استهداف لبعض المباني الحكومية من قبل المدفعية مدفعية الجيش الحر وكذلك أيضا صواريخ الجراد التي استهدفت بعض مناطق جبل الأسراج. في الشرق السوري المعارك هذه لا تزال مستمرة بين التنظيم الدولة وكذلك أيضا بعض قوات العشائر من طرف آخر. بالنسبة لمسألة تنظيم الدولة الإسلامية أو داعش سابقا التي عرفت الآن بهذا الاسم، هذا التنظيم يحاول بسط سيطرته على المناطق الشرقية، إذا منهل ماذا عن موقف الثوار كما تتابع ومدى قدرتهم للتصدي لهذا المد من قبل ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية؟ حازم اليوم وبالأمس وقبل أمس الائتلاف الوطني السوري المعارض وجه نداء إلى المجتمع الدولي بتسليح الجيش الحر من أجل الوقوف أمام هذا الزحف الذي يقوم به تنظيم ما يسمى بتنظيم داعش في المناطق الشرقية، وأيضا طالب اليوم بوجه التحديد الولايات المتحدة بالتصدي لهذا التنظيم كما هو الحال يحصل في الجوار في بلد الجوار في العراق بعد استهدفته المضادات الجوية العراقية. هذا التنظيم لا يزال أيضا يتقدم ويتقدم كما هو حصل في مدينة الرقة حازم في اللواء 93 بعدما تم السيطرة إليه ويتوجه نحو مطار الطبقة العسكري بالإضافة إلى مطار الرقة كذلك ما يتم السيطرة عليه في دير الزور، لكن في دير الزور حازم هناك العشائر تقدت لهذا التنظيم، هناك الحرب ما تزال فيها سر وفر بين عشائر دير الزور من طرف وتنظيم داعش ما يسمى بداعش من طرف آخر، حيث أن المجازر التي يقوم بها تنظيم داعش في مناطق دير الزور يبدو أن العشائر لم ترضى عنها وهناك الكثير من الاشتقاقات في صفوف داعش من أبناء العشائر وقد انضموا للجيش الحر. زميلي منهل الحريري من سوريا الثورة معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا. و
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بمنح الجنسية الكويتية ل15 شخصا من أبناء المتجنسين، وهم أبناء العسكريين الذين شاركوا في حماية موكب الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر صباح عندما تعرض للاعتداء عام 1985. كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من 10 أشخاص وفقا لقانون يسمح بسحب الجنسية ممن يسيئون إلى الأمن أو النظام الاجتماعي والاقتصادي في الكويت. وتنقل عدد من الصحف والمواقع الكويتية أسماء بعض الأشخاص المقرر سحب جنسياتهم، ومنهم الداعية الإسلامي نبيل العوضي. نبأنا الأخير في هذه النشرة، اتهمت منظمة العفو الدولية القضاء العسكري الأمريكي بالتقصير الفادح في الكشف عن جرائم حرب محتملة في أفغانستان. وانتقدت المنظمة في تقرير لها عدم قيام الجيش الأمريكي باستجواب أسر الضحايا أو شهود العيان رغم إعلانه التحقيق في معظم الحالات، مشيرا إلى أن هناك دلائل واضحة على جرائم حرب تم تجاهلها، ومن بين تلك الجرائم غارات جوية وملاحقات ليلية لقوات أمريكية جرت خلال الفترة من العام 2009 حتى العام 2013 وأودت بحياة آلاف المدنيين الأفغان. ختم نشرتنا، إليكم تذكرة بأهم ما ورد بها من أنباء. المملكة تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الأوضاع المأساوية في قطاع غزة. الهدنة المؤقتة في غزة تتيح لسكانها الوقوف على حجم الدمار الذي حل بدورهم ومساجدهم. والمالكي يرى في تكليف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة انتهاكا للدستور العراقي بدعم أمريكي. ختم نشرتنا قدمناها لحضرتكم من قناة المجد الفضائية، دمتم في خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.